السلام عليكم اخواتاتي بنياتي، انا جيت اليوم خالتك حفيظه غدير شويه الخليل وبغاتكم تشوفوه معاها. هانتوما اخواتاتي، هذا صاوبته البارح وشرملته، نوريكم الطريقه اللي درت ليه. هذا 4 كيلو ديال اللحم، اللحم ديال البقري، درت له كاس ديال الخل ديال العنبه، ودرت له كاس تاع الزيت البلديه، ودرت الملحه كثيره شويه، شي 4 المعالق ولا 5 ديال المعالق ديال الملح، ودرت ليه الكمون، ودرت قزبر حبوب حتى هو مطحون، كثرت القزبر اكثر من الكمون، وخلطتهم مزيان ورقدته هنايا. ودابا انا وريته لكم، دابا انا غنطلعوا اخواتاتي، غنطلعوا نشرو. نسيت قبيله ما قلتش لكم على الثومه، راه درت جوج ريوس كبار، درتهم دقيتهم بقشوره ديالهم كلشي. ها انتم وليداتي، بسم الله بسم الله توكلنا على الله. انا اخواتاتي ها هما، راه درتو هنايا من اليبس، درتو في رزايمه، ها هو يا اخواتاتي، ها هما يبسو تبارك الله، ولا يابس مقروش تبارك الله. ما نخليش طويل، غنقطعو شويه ونخليه بحال هكا نقادوه. شريت جوج كيلو ديال الشحمه وطحنتها باش تطيب مزيان، تجي مقاده ان شاء الله. غنديروها هنايا، درت واحد الراس ديال الثومه، راس كبير، درتو بالملحه. وهذا ندير معلقه هنايا عابرها، معلقه ديال الكمون، وغندير جوج معلقه ديال القزبر عامر مزيان، حتى الشحمه بغينا تجي بنينه. وغندير جوج معالق ديال الملح، ها هو واخا يجي بنين ماشي مشكل، حسن يكون بنين. وغندير واحد الكيسان جوج ولا كاس ديال الزيت، بسم الله. انا درت جوج كيسان ديال الزيت ديال الطياب، وملي غذوب الشحمه وغطيب شويه غنزيد الزيت البلديه وهاد اللي باقي. ها نتوما خواتاتي، ندير واحد ليطرو د الماء، بسم الله. ها نتوما خواتاتي، هاد القوام جاني كثير، بغيت نقسمه بجوج كوكوطات حيت عندي 4 كيلو. دابا غنلوحهم هنايا الحيمات، غندير النص ديال القرعه هنايا في هاد الكوكوط، النص في هذاك الكوكوط، بسم الله. هاد الثانية هاد الزيت غنقسمو على جوج، ندير نص هنا ونص لهيا. دابا ان شاء الله نغطيو عليه، بغيتو تسدو عليه، بغيتو تخليو عاه هكا يطيب على خاطر. نياتي ها هو طاب تبارك الله تبارك الله، راجع على مزيناتو، خليتو تنشف من الما بقى عاليدان. ها هو تبارك الله كي تيولي غزال. واخا غنصيفطو لموالي غنوريكم شوية ديال، غير نوريكم ها نتوما الحيمة كي كتبان، هاهي حيت اللحم بقى لتحت والشحيمه بقات الفوق. هاي وهذا ثاني داك التخت اللي بقى لتحت صفيتو، انا درتها لهم ثاني هنايا، كتسخنوه وطيبوا بها اللي بغيتوا، راه داكشي زوين كيجي غزال، غير تبعوا الطريقه راه زوين.